من هو المحرك الأساسي لتشرين؟ راح تقول لي جواب التقليدي العواز، البطالة، الكهرباء، الفساد، هذا كل أنا متفق وياك. لكن تخيل حتى أسوي لقاء وحلقة خابرتك وخابرت سيد قاسم واتفقنا وبيسع، يعني حتى أجمع الاثنين أنا أحتاج لي نص نهار اتصالات. تشرين منو كان المحرك اللي جمعهم؟ شوف سؤال مهم جدا، يحتاج إجابة دقيقة، يحتاج تفكيك هاي المعادلة المعقدة اللي أنا أحتاج بصراحة. يوم 14 أحد أقطاب هاي السلطة كان دز علي قاعد يقول لي هذا السؤال بالضبط. يوم 14 منو طلعكم؟ بالضبط قال لي شنو اللي إذ الفقار، شنو اللي طلع الشارع العراقي؟ زين زين، فنفس الجواب اللي تفضلت به جنابك انه العوز والفقر، وانا جاوبت بجمله في وقتها قلت للناس طقت مرارتها بعد ما تتحمل. اذا اريد نصير الجواب بصوره ثانيه، طيب شوف اخطاء السلطه على مدى 18 سنه 17 سنه في وقتها كان 17 سنه زين تراكمت. المواطن العراقي كان يأمل ويأمل ويأمل ويأمل، بالنتيجة وصل إلى مرحلة اليأس، وهذه أخطر مرحلة يصل إليها الإنسان. تقول لي ماكو مرتكزات، ماكو أشخاص كانوا سبب بأنه يجمعون لا كذا. أكو أكو أكو، كانت مجاميع وكانت شباب وكانت ناس تحفز وناس تدفع وناس تحرك بالشارع، هذا موجود. لكن انت جنابك جاوبت جواب منطقي، قلت انا اريد اجمع نفرين اخابر عليهم ساعتين زمان حتى هذا مشغول وهذا عنده التزام وهذا كذا. لكن النقطه الرئيسيه للجامعه شنو هي؟ انه الناس وصلت الى مرحله شلون نقول الانفجار، انه ما عندها طاقه تتحمل بعد. فما يحتاج انه بعد احد يخابره، بعد ما يحتاج يخابره بوست يطلعهم، بوست يحرك له 1000 واحد. طيب زين، وهذا البوست راح يشيلوه 1000 واحد ويحركون 1000 ثانيين، فبالنتيجة صارت بالضبط شلون اكو نوبات يسموها هذا الفيديو الفيروسي، ماكو ينتقل من واحد لواحد. بالضبط نفس الشيء، هي صارت دعوة فيروسية. طيب يعني انا ناشط مو ناشط، افتهم بالسياسة ما افتهم بالسياسة، بس انا معبأ من داخلي اريد اطلع، انا مخترق اريد اطلع اصيح اريد طيب اصرخ. هذا اللي صار.